اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. نحن الان يعني في منزل الام المثاليه في محافظه الاقصر. النهارده الدكتوره نيفين الخباج وزيره التضامن الاجتماعي اعلنت عن اسماء الامهات المثاليات على مستوى الجمهوريه. وطبعا كان نصيب محافظه الاقصر واحده من الامهات المكافحات الاستاذه صفاء احمد صابر حفني موجهه التربيه الاجتماعيه في اداره القرنة التعليميه الازهريه. هنكون معها في لقاء النهارده مع ابنائها ثمره كفاحها على مدار السنوات الماضيه. هتكلمنا ويكلمونا اكتر عن قصه الكفاح على مر السنوات الماضيه وازاي يعني وصلت لحد المرحله ديت، ورغم عملها من يعني من بدايه شبابها حتى الان لا تزال تعمل. ام بتخرج يوميا الى العمل الى وظيفتها، بتقوم بدورها التربوي وبتعود لمنزلها يوميا بتقوم بدورها الاسري. اهلا وسهلا بحضرتك بينا، منورانا يا فندم في تلفزيون اليوم السابع. عرفينا بحضرتك في البدايه كده. صفاء احمد صابر مدير التربيه الاجتماعيه باداره القرنة. قولي لنا يا فندم يعني بدايه القصه مع يعني العيله الجميله اللي حوالين حضرتك، بناتك الاثنين وابنك، ابتدت معاك منين؟ ابتدت من مرضه المرحوم. نعم؟ من مرضه. من مرضه، تمام. والدهم. ابتدى مرضه، قصه مرضه كانت حوالي من كام سنه كده؟ من سنه 2000. من سنه 2000. تمام. كان عنده ضيق اسمه المترالي وادى لشلل جنب الجنب الشمال. تمام. اخذنا علاج مع طبعا بسبب المرض بتاعه، اضطرينا ان احنا نتنقل من الاسماعيليه لان هو اصلا برضه من الضبعيه من هنا. اتنقلنا من الاسماعيليه، كان هو مأمور ضرائب في الاسماعيليه. تمام. تم نقلنا هنا عشان اقدر اراعيه. يعني انتوا هنا من قريه الضبعيه في محافظه الاقصر. ظروف شغله كانت في محافظه الاسماعيليه. الاسماعيليه. فيعني رحت معاه وابتديتوا الحياه الاسريه والزوجيه هناك معاه. انا مخلفه الثلاث اولاد هناك. الثلاثه هناك يعني. تمام. يعني لما تعب كان عبده لي سنه. تمام. عبده ده هو الاكبر صح كده؟ اصغر واحد. اصغر واحد. عبد الرحمن. مين اسماء؟ هنا. اسماء اولى ابتدائي. دي اسماء؟ ومعانا عبد الرحمن. عبد الرحمن كان فوق كان ليه سنه. كان عنده سنة بالظبط. تمام. والثالثة؟ فاطمة. تمام. كان عندها كام سنة ساعتها؟ حضانة. تمام. قصة المرض بقى ابتدت 2000؟ سنة 2000. سنة 2000. تمام. زي ما قلت لحضرتك ان طبعا اضطرينا اتنين هنا عشان يعني حد ممكن يساعدني معاه، لان طبعا معايا شغلي انا. تمام. وطبعا ما ينفعش المرتب برضه بينفع عشان المرض. وحضرتك كنت بتشتغلي قبل الجواز صح كده؟ تمام. لا بعد الجواز استلمت شغلي بعد ما خلفت اسماء. تمام ما شاء الله. رجعتوا من الاسماعيليه على الاقصر عشان ظروف المرض ديت يعني. ظروف المرض. والاسره تكون جنبك والوالد واسرته هو ويرعوه يعني. لان انا كنت بسيب اولادي مع المرحوم عمر. تمام. وكانت هي مسؤوله عن اولادي. كم سنه كانت رحله العلاج بتاعت الوالد؟ ثلاث سنين ونص. ثلاث سنين ونص. كان كلها في الاقصر هنا ولا كنت بتضطر بتسافروا بيه محافظات ثانيه؟ كنا بنسافر بيه، كان هو اي حد يعرف دكتور في المقوى او في الجنب يقول لا وديني ليه. اول سنه دي كان لازم اي دكتور يعرف ان هو ممكن يخف عليه، لان هو كان نفسه بصراحه ان هو يخف لان كان لسه في شفاه صغير. اكيد 40 سنه. ربنا يرحمه يا رب. فكان نفسه يعني يخف برضه. تمام. فكان اي دكتور يعرف ان هو ممكن يتحسن عليه يقول لا وديني ليه. تمام. وكان علاج طبيعي، وكانت اول نفسيته تتعب طبعا. وكل ده وحضرتك يعني معاه الطبيعي يعني طبعاً. ام في البيت، ام للاولاد، زوجه. كنت ارجع من الشغل ومدرسه في نفس الوقت. كنت اخصائيه. اخصائيه معايا. تمام. كان بعد العصر كنت بوديه العلاج الطبيعي. تمام. او اي دكتور يعني الدكاتره كانت من بعد العصر. تمام. اودي كنت اجيب الولاد عند مرحومه امي واخده انا واروح. كان كمان معايا كان مرحوم اخويا، كان بصراحه كان واقف معايا، كان اي دكتور لان كان لازم حد يشيله. كان بصراحه اخواتي ما سابونيش بصراحه. كانوا بيساعدوك يعني اخوات حضرتك كانوا بيساعدوك في رحله العلاج بتاعت الوالد ذات نفسه. استمرت ثلاث سنين ونص. ثلاث سنين ونص. لما توفى الله يرحمه يعني ساب لك الاولاد كانوا كام سنه؟ اسماء كانت ليها 10 سنين. تمام. يعني هي اسماء كانت اكبر كانت 10 سنين والباقي اصغر فاصغر يعني. ما بعد الوالد، والد اسماء وعبد الرحمن وفاطمه صح كده؟ ما بعد الوالد الرحله، كملي لنا الرحله بقى. فكره يعني ان انت يعني الام هي اللي هتشيل البيت، هي اللي هتبقى الاب وهي الام وهي كل حاجه في البيت. كان اهم حاجه عندي ان احنا ما كانش لينا سكن. حاجه انا بعد وفاه المرحوم اضطريت اجي بيت ابويا. تمام. في الدور الارضي بتاع بيت ابويا. فخالي الله يرحمه خالي ربنا يديه الصحه اشار على المرحوم ابويا ان هو يديني حته الارض وابني البيت ده. تمام. فقال له بنتك لا
وتبني لها بيت احسن. تمام. وفعلا خلال سنه الحمد لله قابضوا وخدت برضه فلوس من حسبي من العيال برضه. تمام. عشان اقدر اعمل بيتها. والحمد لله خلال سنه كان بنيته، بس كان مش مشطط طبعا الحمد لله، يعني هم ان احنا كان لينا سنه يعني مشيت فيه في البنيان والكلام دوت خطوه خطوه يعني. خطوه خطوه لا خطوه. تمام. خطوه ابتدينا يعني احنا اشوف الحمد لله احنا دلوقتي لحد الدور الثاني ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. التعليم بقى بتاع البنوتين وعبد الرحمن ده الحمد لله. الرحله ذات نفسها كانت يعني انت لوحدك من غير اب يزعج ويقوم ويمشي البيت. كان لي وصير مرحوم ان اهم حاجه التعليم ثم التعليم ثم التعليم، اهم حاجه تعلميهم. دي كانت وصيته، وكان اهم حاجه ما فيش حزن، كان الله يرحمه مش عايز حزن، ما حدش يلبس اسود عليا. العيال اوقات في التلفزيون كان الحداد ده ممنوع خالص، ما كانش يحب الاسود خالص الله يرحمه. الله يرحمه. فكان وصيته كان اهم حاجه يتعلموا. تمام. كان كل تركيز ان هم ايه تعليمهم هم بس. طب كلمينا كأم بقى، معاكي بنوتين في البيت بيدرسوا ومعاكي ولد في البيت ومعروفه شقاوه الاولاد مختلفه عن البنات شويه، فكنت ازاي بتتعاملي مع عبد الرحمن يعني؟